موجز الأخبار من ABC نيوز عربية، أهلا بكم. رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا، الطاقة والنقل على رأس أولوياتها. قوة أمنية تعتقل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق إثر تورطه بملفات فساد. وزير التجارة السعودي يعلن استئناف الطيران السعودي رحلاته إلى العراق خلال أسبوعين. الحشد الشعبي يعلن عن إطلاق مشروع المليون نخلة في المثنى بالتزامن مع أعياد نوروز. التعليم العالي تقرر السماح ولأول مرة لطلبة الكلية التربوية المفتوحة بإكمال دراساتهم العليا في الجامعات العراقية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوجه بمنع تمجيد السياسيين في الإعلام المحلي. بمناسبة عيد نوروز، البيت الأبيض يهدي أغنية برايا إلى المحتجين الإيرانيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.